رجلي كده جت في ايه. خالد، كنت قلت خبر انا كده من فتره، من حوالي شهر شهر ونص، النادي الاهلي كان بيفكر في خالد قمر. هل كان في اتصالات بينك وبين الاهلي او احد المسؤولين او الوكلاء اللي كان يعني ممكن تروح النادي الاهلي ولا لا؟ هو كان في كابتن اتصالات عن طريق النادي، عن كابتن عادل هيت، عن طريق كابتن عادل هيت عندنا في النادي، وكان في يعني كانوا قايلين مثلا لو الدوري هيتلعب خالد موجود في النادي مش هيمشي، لو في حاله الغاء الدوري السنه دي كان سهل ان انا امشي. في ظل الظروف اللي النادي فيها ما فيش يعني فيش مثلا ثلاث فرق معانا عندنا في الفرقه، قررت يعني قرروا ان هم يبقى موجود معاهم السنه دي ان شاء الله، ودي اخر سنه السنه الجايه يعني ان شاء الله. لسه السنه دي والسنه الجايه؟ ان شاء الله مع اتحاد الشرطه. ماشي يا خالد، يعني عايزك تبقى مركز ونفس المستوى ده عايز اتفرج عليه في كل الماتشات ان شاء الله، وشوفك من هدافين الدوري يا خالد. ما شاء الله عليك، يعني مش عايز احسد